اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا نهارك سعيد. النهارده هنشتغل على عضلات البطن، في طبعا عضلات البطن العلوى والسفلى. هنشتغل الاول على البطنات، على عضلات البطن العلويه. اول تمرين ممكن ابدا بيه انزل تحت خالص، جسمي مفرود واطلع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ممكن برضو أثني ركبي كده وأطلع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. زي ما أنا نازل كده هبتدي أشتغل على عضلات البطن السفلى وأنا نايم كده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وأنا نايم على بطني كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ممكن زي ما انا كده برضو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن تقوية عضلات البطن. اشتغلنا فيها على العضلات العلوية والعضلات السفلية، وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا نهارك سعيد.